شاف هذيك الثمن اللي قلت لكم بالمبيت، قال لي حتى الا ما عندكش الدنيا هانيه. مرحبا، قال لي الف مرحبا. هي البلاصه المنطقه زوينه، يعني كاين هذا الواد، كاين الجبال، يعني المنطقه زوينه. وهذا الممر ديالها بحال هذاك الممر ديال تاغيه. هاي الاخوان، حامه السخونات دخلت لها 6 دراهم اوسط الجبال، ما بغاش يتخلص. قال لي حتى تكون غادي عاد خلصني. يعني الصراحه في قليل في كتلقى بحال هذا المعامل تقليدي هذا 100%. راس ديال البين دوك انا ناخذ منهم الفرماج ونصيبو منهم الزبده والحليب. كعاوتاني هنا في الليل راه غادي تكون شي حاجه اللي واعره بزاف صراحه. بالنسبه للمأوى، هو مأوى ايكولوجي سياحي بيولوجي. من اخوان، ولله الحمد وصلنا لايمو الزار مرموشه بامان. جيت اللي سكنت فيه هو هذا، واحد جيتها المحارب اللي معنا هو حطيناه هنايا. البلاصه باقي ما اكتشفتهاش، نكتشف انا وياكم. كاين واحد الفضاء هنا زوين كيمكن لك تجلس فيه، يعني شلال فراكي الفوق. طلعت انا شفتو ورجعت، ما لقيت شي حاجه ديال المبيت تمايا. كاين شي حاجه ولكن عيانه بزاف وصغيره وما عنديش فين نخلي الموتور، فراه فضلت نجي هنايا لهاد الجيت. صراحه جيت منحوت بواحد الطريقه اللي زوينه بالستيل ديالهم هنايا. ها انتم كيما كتشوفوا الشومبر اللي خديت انا هو هذا. ها انتم كيما كتشوفوا، يعني كتحس براسك ناعس في واحد الستيل قديم بحال شي كهف. واحد المنظر اللي واعر اللي جيت كله ديكورات، ولكن الثمن اللي غادي يصدمكم الاخوان. ها انتم كيما كتشوفوا، يعني منظر واعر، كلشي نقي بزاف. بالنسبه للاثمنه الاخوان هنايا، انا كما عودتكم كنشارك معكم دائما الاثمنه، باش اللي بغى يشي كتكون عنده فكره على المكان وعلى الاثمنه. بالنسبه لهاد الجيت فراه الا بغيتي تاخذو الماكله ديالو فراه 300 درهم، اذا بغيتي المبيت فراه 100 درهم. يعني انا خديت غير المبيت هاد المره 100 درهم. انا كنت قلت ليه زعما بغيت المبيت والفطور والعشاء، قال لي 250 درهم. قلت لي انا 200 درهم هذا الريستورون كيعتمدوا على داكشي بلدي، وتفهمت الامور وراني داكشي في التصاور زعما داكشي واعر وزوين. مي انا البيت جي عندي خصي باقا عندي الرحله طويله، يعني فراغ اختاريت ناخذ غير المبيت 100 درهم. يعني المبيت في هاد الشومبر 100 درهم الليله، صراحه واحد الثمن اللي مناسب. والماكله غادي ناكل برا، كاين كلشي. ديجا ضرب الدوره في المدينه باش نعرف واش كاين لي ريستورون، واش كاين هذا. الناس اللي ديجا جاو هنايا، جمعيه رحاله طنجه للدراجات الناريه، تحياتي ليهم. هادو هادو هادو، المهم هاد الناس ما تنعرفهمش. انا ما عنديش ستيكرز صراحه، صوبت ليه الديزاين ديالو غير ما خرجتوش في المطبعه، ما بقاش لي الوقت. اما كنت غندير ديالي حتى هو هنا ولا هنا، وبقى لي جا هنا يشوفوا بحال هذا الشكل. كما قلت لكم فراه شفت شنو كاين تمايا لي ريستورون. كاين المهم كاين الماكله موجوده كما كتشوفوا داك الشيء تراثي. فراه اختاريت غير المبيت، يعني المبيت 100 درهم، والماكله تقريبا في النهار تقام لك 100 درهم. كسكسو ديال القمح، هادو فين ما مشيتي في هاد المنطقه كتلقاهم، هادو كرعين داكشي ناضي الصراحه. هبط الباكطاج ديالي كيما العاده، العذاب الاليم حيدتو عليا. دابا غادي نحاول نستراح واحد شويه. داك السيد اللي مكلف هنا او صاحب الجيت فراه بغيت نعطيه الفلوس، هذا قال لي ماشي مشكل، من بعد تترتاح.
من بعد ان شاء الله غادي نحاول نطلع للشلال نكتشف الدنيا، نعرف بعدا شنو كاين هنا وشنو ممكن يتكتشف، وكاع داكشي اللي في هذه المنطقه ان شاء الله غادي نكتشفوه. كما كتعرفوا راني صبحت مريض شويه اليوم، فراه غادي نحاول نرتاح واحد شويه، عاد من بعد غادي نمشيو نعرف نشوفوا بعدا داكشي كيجي بوحدو، كنخليه كيجي سبونطاني، يعني ما كنحاولش ندير واحد البروغرام ونمشي عليه، يعني كنخلي داكشي كيجي بوحدو. كل حاجه تجيب حاجتها وكتبقى حلوه. يلا الاخوان راه بارطاجيش معاهم انا الجيت، بارطاجيش وديجا معاهم الاخوان، فراه هذا هو صاحب الجيت سي احمد، يعني صراحه واحد المعامله طيبه، كيستقبلك مزيان، الاثمنه كيسر معاك، يعني حتى في سميتو حتى في هذيك الثمن اللي قلت لكم بالمبيت قال لي حتى الا ما عندكش الدنيا هانيه. مرحبا، قال لي الف مرحبا. خلي قبل ما يكون مشروع تجاري ابدا، اولا وقبل كل شيء السلام عليكم ومرحبا بالفاين والمتتبعين ديال الاخ والصديق سفيان اللي هو اليوم نازل عندي كضيف في المأوى ديال زروال بمدينه مزمم موشا، وشرف كبير هذا باش نستقبلوا الشباب وخيرات الشباب في المجال ديال السياحه المستدامه، واللي هو باغي يعرف المناطق الجبليه والمناطق القرويه على المستوى الوطني باش يعطيها واحد القيمه مضافه في اطار السياحه الداخليه. بالنسبه للمأوى هو مأوى ايكولوجي سياحي بيولوجي من الدرجه الاولى من ناحيه لا ريستوراسيون، من ناحيه لا كونستركسيون هو بناء محلي بلي برودوي بلي ماتيريو لوكال، وكنتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن بالاستقبال ديال الجميع وديال الاخ سفيان، وكنقول لكم مرحبا بكم في مزام الموشا، ولا بغيتي تعرف مزام الموشا وتعرف شنو فيها خصك تزور شلال مزام الموشا، تزور حمات السخونات، تزور القلعه ديال اغرما مقران اللي كتواجد في ايت بازا، واللي هي قلعه عريقه التاريخ، واللي هي قلعه اللي استقبلت اول شركه سينمائيه ديال هوليود ودار فيها فيلم ماروك 7 بطولة ديال جيمس بوند في 1963. وممكن تزور انك راس العين، وتزور المتحف، وتزور الكازيرن 3 ديال فرنسا، تزور القمة ديال جبل بولمسكر 1824، تزور قمة بويبلان وساو صالح، تزور كذلك مغارة تيوتشيت، تزور كذلك لي كورج ما نساوهمش ديال ايت بن عيسى، وما نساوش كذلك حتى لافالي ديال ايت تمامه في كاين تصادم التيارات الهوائيه. وبغيتي تعرف مزر اكثر زورها وتعرف الثقافه ديالها وتعرف التقاليد ديالها وتعرف الطبيعه ديال الناس والسكان ديالها من ناحيه الاستقبال ومن ناحيه الكرم. ومرحبا بكم، الف مرحبا وشكرا جزيلا. كنشكرك السي احمد على هذه المعلومات صراحه، وهذه المعلومات الاخوان راه بزاف ما كنتش عارف الصراحه هاد البلايص، عرفتي واش يهضر ولا تصنات لي شي بلايص. انا دابا جاي على الشلال وعاد باغي نكتشف، ولكن سمعت شي مناطق كثار هنايا يعني كاين ما يتكتشف، كاين مجموعه ديال الخبايا هنايا اللي كنتمناو من الله نكتشفوها او نكتشفوا جزء كبير منها. بالنسبه للاخوان فراه جيت جا في الدخله ديال مدينه إيموزار مرموشة، يبعد على المدينة بكيلومتر بالضبط. كيلومتر واحد، يعني أنا راه مشيت حتى للمدينة ورجعت باش نكتشف شنو كاين تمايا، ميم با جوج دقائق، ها نتايا في حدا الشلال ديال إيموزار مرموشة. مازال غادي نبارطاجي معاكم شنو كاين هنايا، مازال غادي ندوزو واحد يومين هنايا، نتمناو تدوز بخير وعلى خير، وتدوز في جو زوين، ودوز في ونرتاحوا ان شاء الله هنايا. اكيد كما كتشوفوا فرا الفضاء هو هذا، يعني كل شيء طبيعي واطلاله على المساحه الخضراء اللي هي الجرده. يعني هنا في الليل راه غادي تكون شي حاجه اللي واعره بزاف صراحه. كما كتشوفوا الاخوان فراه داكشي تقليدي، غير البركه الاخوان هنا والله الا متعه، سيرتو في الغروب ديال الشمس ملي غتجي تبرك هنايا فراه واحد المتعه خطيره، مع شي براد ديال اتاي ولا شي كاس ديال القهوه مع الشب وبالعشوب المحليه. هاد المعيزات ديالك هادو؟ ديالي، هادو لا راس ديال البين، هادو كنا ناخذ منهم الفرماج
ونصيبوا منهم الزبده والحليب. يعني حتى المأكولات اللي عندهم هنايا فراه كامله طبيعيه، كامل هذاك الشيء كتزرعوا غير هنايا. محلي لوكال بيو. هذاك الشيء كامل الاخوان راه عندهم هنا بيو، كيزرعوا داك الشيء اللي كيطيبوا للناس كامل بيو، مصاوب على يديهم ومصاوب على حقه وطريقه. ونزيدك بان موزه مرموشه واحد المدينه اللي هي كتنتج واحد الكميه كبيره ديال العسل، والعسل بواحد الجوده اللي هي ممتازه، والسميه ديال النبته ديال العسل اللي كتنتجها النحل هي ايرباز. ايرباز معروفه عندنا في موزه مرموشه بالجوده ديال الجوده ديالها ولا كارونتي ديالها وبالمذاق ديالها وبالمنافع ديالها، سواء منافع طبيه ولا منافع صحيه بصفه عامه. هاد السميه ديال العسل عمرني ما سمعتها، هذه عندكم واقيلا غير في هذه المنطقه هذه. هي سميتها نبته ديال بليفر، كتواجد في الشمال ديال فرنسا، وكتواجد في المرتفعات اللي هي بحال ديال الاطلس المتوسط الشرقي، وفي المناطق اللي هي بارده. وهذه النبته هذه دايره صفر ديال على شكل واحد الكره، وهي شوك، والعسل ديالها ما شاء الله. يا سلام، معلومات قيمه الاخوان، معلومات اللي صراحه ما كناش عارفينها. كما كتشوفوا فراه واحد المكان اللي كيستحق الزياره. هانتوما كيفاش يبان من برا، يعني حتى البناء ديالو فراه تقليدي، يعني كتحس براسك كتدخل لواحد البلاصه اللي تقليديه بزاف، ولي شومبر تاهما تقليديين. يعني هنايا كترجع للطبيعه ديالك، وكترجع للطبيعه اللي خص يعيش عليها الانسان، واخا غير مره واخا غير في الكونجي. اما كما كتشوفوا البناء كيدير، هاد البناء دابا بالتبان وبالغيس، هذا هو ما يسمى بالبناء الايكولوجي. اللي هو المجمل ديالو كل 100% مبني بالمواد محليه لوكال، اللي ممكن انها تخلي وتقاوم البروده وتقاوم حتى الشمس بالنسبه هو عازل. ومحيوطه ديالها كديريناهم بالتابوت، وتقريبا 200 سنتيم هي اللي كاينه العرض ديالها. دابا ملي تيكون الصاد دابا برا كتلقى الداخل بارد، بحال دابا الا دخلتي الداخل كاين البروده، ولا كيكون مثلا الوقيت ديال البرد والثلج برا كتكون الداخل سخون. هذا هو اللي كيكون الحيوط ايزولي بالنسبه للحراره والبروده. هنايا غادي تدخل وغتشوف لي شومبر. هانتوما لي شومبر الاخوان، فراه هذا هو الشومبر ديالي انايا. كما كتشوفوا الغرف الستيل ديالهم كيدير، صراحه النظافه والريحه زوينه، يعني الريحه ديال لي شومبر زوينه، زعما هذه كلمه حق، راه ماشي هذه ديال شومبر لا ريزيرفي. دي ريزيرفي الاخوان، كاين لا دوزيام شومبر حتى هي ريزيرفي. الغرفة الثانية، الغرفة الثانية الاخوان هي ريزيرفي بالدوش بالحمام. شو غير الدوش الاخوان، صراحة واحد المنظر هو خطير. داكشي بالنسبة للإطلالة، كاين إطلالة من تما على الاطلاله هنايا ثاني عاوتاني على الجبال وعلى الحديقه، ولا صراحه داكشي مكان كيستحق الزياره. هذا دورتوار بالنسبه للناس اللي هما كيكونوا مجموعات اولا دي جروب. بالنسبه ثاني لي جروب، هذا دورتوار. هنا عندك ثاني خمسه ديال الناس هنايا، وكاين الصالون اللي هو ديال لانيماسيون، والصالون ديال ريستوراسيون. كما كتشوفوا الاخوان داكشي تقليدي وقديم، ترازا. وثاني واحد الصالون تقليدي هذا 100%، هذا مأوى وبحد ذاته حتى هو متحف. هذا راه متحف، هذا تبارك الله، هذا متحف الاخوان في نفس الوقت. تبارك الله، الله يعطيكم الصحة. مرحبا. داكشي زوين بزاف الصراحة الاخوان كما كتشوفوا. وكتشوف شي تحف اللي هنايا تاريخيين صراحه، بحال هادشي راه مابقيتيش كتشوفو بحال هاد المنظر. بحال هادي شناهي هادي؟ هذاك هو باش اليبوك شحال هادي كانوا كيعبروا القمح والشعير بحال يكون ديال الحديد، كان قبل ديال الخشب، كان ديال الخشب. دابا هذا خاوي من الوسط. مود هذاك، والله الا تحفه هادي كما كتشوفوا الاخوان صراحه. مدفاة هنايا وقت البرد اخوان، الصراحه وبكل مصداقيه وبكل صدق،
واحد السيد واعر، واحد السيد صراحة واعر بزاف، إنسان مثقف، واحد الكلام عنده تبارك الله زوين، الترحيب، الحفاوة ديال الاستقبال. تخيلوا الإخوان، دابا ديت لي لاكارت والفلوس، هاهي 200 درهم، هاهي لاكارت ناسيونال، مبغاش يتخلص، قالي تكون غادي عاد خلصني. يعني الصراحة قليل في كتلقى بحال هاد المعاملة، كاين شي دي جيت اخرين ولا وطيلات غير كتدخل كيجيك يقولك عافاك عطيني الوثائق كدا. الصراحة هانتوما قالي تكون غادي عاد خلصني. شكون اللي يدير معاك هاد المعاملة؟ الصراحة واحد الانسان اللي طيب بزاف، كنتي جاي مثلا لهاد المنطقة، نتوما عارفين دابا السيرك وكيفاش داير، فراه ضروري تزور هاد الجيش هذا. واعر والله الا واعر، تحس براسك بحال دخلتي في شي مغارة، بحال رجعتي بواحد الستيل في شكل صراحة. الله يعطيهم الصحة، هذه هي الكلمة اللي غادي نقدر نقول، هي الله يعطيهم الصحة وصراحة. إخوان بعد ما ارتحيت شوية، فراه دابا غادي نتوجهوا إن شاء الله كما قال لي السي أحمد، غادي نمشيو لحامة السخونات، ومن حامة السخونات غنمشيو نكتشفوا واحد بحال القصبة تمايا مهدومة، العمر ديالها حوالي 800 سنة. كما كتشوفوا في هاد السيارات ديال الهيئة الدبلوماسية الفرنسية هنا في المغرب، يلاه جاو دابايا، كنت كنسمع فيهم تيهضروا على الجبوم هاد الهيئة. المهم نتوجهوا دابا لحامة السخونات، نضربوا بواحد التحمحيمة تما، نسخنوا عظيماتنا، نحيدوا هاد البرد اللي جمعنا مع الموتور في هاد 500 كيلومتر ضربنا. يلا نكتشفوا حامة السخونات اليوم. إخوان وصلنا لهاد حامة السخونات، ولكن راه ما كاين والو، لا كاين الواد، على هاد الواد تيهبط منا سخون، أو تاني غادي نغامرو ونخليو الموتور، ولكن غادي نسول ونشوفو هداك لي، حيت كيخلصو مع شي 3 دراهم، فراه غادي نشوفو بعدا الديكور كيدير. خلينا عاوتاني الموتور في امان الله، وحنا نكتشفوا هاد حامة السخونات. قدر لا عجبتني نعوم فيها، ما عجبتنيش نخليها. المهم حنا غادي نشوفوا الاخوان اللي هاد الواد ماشي معاه، يجي من فوق كنقول باشي كتخرج من الحمام، هو هذاك الحمام، هو هذاك الدور من هنايا شي قطه كبير، خصهم يديروا شي طريق غادا حتى ليه. لما تقول لما تقول الله الا لما تقول هذوك اللي مريقلين هما اللي سلتهم من الله. جينا جيتي معاهم؟ نتوما ولاد المنطقة هنا؟ قريبة من هنا؟ جيت الطريق اللي كيف الشم من سيد. شنو دير هناك؟ نعم لا جيت من كازا. ضربتي من كازا لهنايا موقور. كندور على المدن هنا. عندي واحد لاشين. سفيان التيدي. لا التيدي. الا عندك التليفون راه نريقل. كندير دابا واحد الفيديو واخا تبان. الله يحفظك. الطريق هادي بحال داك الممر ديال تاغية، السير ديالو داير بحالكو.
ولكن هذه ساهله شويه ما عالياش. تجيو ديما دابا هنا ولا كل سيمانه؟ هنا وين تقرب عيد؟ تجينا غير في العطار وفي المناسبات. مزيان. وانا عارفين هنا وين كبر هنايا. هايا الاخوان حامة السخونات دخلت لها شدرة وسط الجبال. وراه بصراحة الاخوان هاد حامة السخونات راه واحد التجربة اللي خايبة بزاف، يعني ما فيها حتى شي حاجة تذكر. كتخلص 3 دراهم، كتدخل واحد الشاري صغير فيه الدراري الصغار كينقزو، كانوا كيعوموا بعدا العيالات، عاد كيدخلو موراهم الرجالة. بلاصة فين كتبدل حوايجك مسخة عامرة بالغيس، حوايجك كتحطهم في أمان الله، حتى واحد ما حاضي. منين دخلت للشاريج لداخل لقيت شي وحدين مدخلين معاهم حوايجهم لداخل الشاريج وحاطينهم في شي قنات، يعني واحد اللي غيجي هنا بلا ما يجي يضرب تمارة، راه ما فيها حتى حاجة زوينة. الطريق ديالها حتى هي كما كتشوفوا الطريق ديالها خايبة بالنسبة للعيالات ولا هذا، لا صعيبة عليهم الطريق ولا اللي عندهم الدراري الصغار. الموطور ديالك ولا الطوموبيل فراك تخليه هيه ورا هاد الجبل، يعني راه ما كتبانش. انا دابا الموطور ما كنشوفوش، وعاد دابا ليا الموطور. الصراحه ما بلاصه، هي البلاصه المنطقه زوينه، يعني كاين هاد الواد كاين الجبال، يعني المنطقه زوينه. وهاد الممر ديالها بحال هذاك الممر ديال تاغيه، ولكن زعما من ناحيه العين تقول زعما غنستمتع فيها ولا هذيك الحامه السخونه تقول غنستمتع فيها ولا هذا، راه ما كاينش شي حاجه ديال المتعه. فراه غير الماء، واحد بحال بيسين هو صغير، واغلبيه كتلقى الدراري الصغار كينقزوا من الفوق وما عاليش، يعني ما تيوصلش لك حتى تقريبا النص ديالك فقط. يعني بالنسبه لي انا ما كيستحقش الزياره، خضربنا عليه 12 كيلومتر ولكن اكتشفناه، وممكن بنادم كاين اللي كيعجبو بحال داكشي الله يسخر ليه. دابا الاخوان غادي نمشيو ان شاء الله، غنهزو الموطور ديالنا. من بعد قال لك كاينه واحد القصابه، قال لك عندها في التاريخ ديالها 800 سنه، الا بغيتي تمشي تكتشفها فراها ريبه. بصراحه ما عرفتش واش غنمشي ليها ولا لا، ولكن احنا عند الله. الا كانت زعما في الطريق ديالنا غادي نمشي ليها، ما كانش في الطريق ديالنا فراني غنمشي نتغدى، باقي ما تغديتش، يعني من الفطور ديالي في الجيت ديال السكوره فرا باقي ما كليتش والو، يعني غادي نمشي نتغدى ان شاء الله. ومن مور ما نتغدى غادي نرجع لذاك الجيت، غادي نحاول ندوش من هاد الماء، حيت صراحة ما بانش لي داكشي نقي، ما ماشي شي حاجة. غنحاول ندوش وغادي نتكالم شوية، في العشية نقدر نخرج نصور الشلال اللي تم. هي الطبيعة خلابة هنايا، شوف على واد شحال زوينة، باش يكون استغل واد الواد هذا والله الا احسن من هذيك حامه السخونات. هاد الوادي يديروا في الجناب ديالو شي لعيبات كذا قهيوات، المهم عطا الله ما يدار هنا. الطريق ديالها راه جاي لك الدري منا وسط الشباب. المهم نمشيو ان شاء الله ونشوفوا شنو غادي يكون. اخوان وانا دايز من هاد البلاصه، غادي لديك اللي قال لي اغرم امقارن، عرفتوا انا دايز وكنشوف المابس كتبان لي ها نتوما كما كتشوفوا، ها هي مكبره
ضريح ضريح سيدي بابلو. او قلت شنو هو الضريح سيدي بابلو؟ ويتبان لي هاني هذا هو ضريح سيدي بابلو. قال لي راسي غنطلع نكتشف هاد الضريح سيدي بابلو. او كيفاش ضريح سيدي بابلو ودايرين هذاك الشعار ديال المسيحيه؟ ها هو الشعار داك المثلث ديال المسيحيه راه كاين. المهم غادي نخليو عاوتاني الموتور هنايا في هاد البلاصه في امان الله وحفظه، وغادي نطلعوا ان شاء الله وغنكتشفوا ضريح سيدي بابلو ونعرفوا شنو هو كاين تمايا. يلا بينا الاخوان.